بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وحبايبي من قناة أكلات أم محمود. أنا بشكركم دايما على مشاهدتكم ليا ومتابعتكم ليا وعلى تعليقاتكم الحلوة، وأنا بقرأ كل تعليقاتكم اللي بتبعتوها لي وأنا بشكركم عليها، وفي اللي برد عليه وفي اللي معلش أنا مش بقدر أرد عليها فأعذروني. وأنا بدعي لكم والله إن ربنا يكرمكم كلكم، واللي معاه أولاد يخلي له أولاده ويفرح بيها إن شاء الله، وربنا يرفع البلاء إن شاء الله من جميع العالم كله يا رب، والعالم كله يعيش في سلام وأمان آمين يا رب العالمين. والنهاردة بإذن الله هعمل معاكم طبق سهل وحلو وخالص، وهو عبارة عن الكبدة. تمام، فهو هقول لكم على المقادير بتاعته. أنا معايا هنا نص كيلو كبدة مستوردة دي، طبعا أنا غسلها كويس، حط عصر عليها ليمون وخل وغسلتها وصفيتها زي ما انتوا شايفين اهو. ومعايا هنا التوابل عبارة عن هنا ملعقة كزبرة ناشفة وكمون وملح الفلفل، ودي بهارات لحمة تمام، ودي بصلة مقطعة، وهنا فلفل أخضر ماشي، ومعايا هنا تومة مدقوقة يعني فص توم دقة. فأول حاجة بإذن الله أنا هنا معايا حاطة في الطاسة ملعقة السمن، اللي عايز يحط سمن يحط، اللي عايز يحط زيت يحط زبدة، كل واحد براحته برغبته. فطبعا أنا هنا معايا البصلة هنزل بيها الأول أدبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، أدبل البصلة كده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أكلة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت بيحبوها العيال، فيها قيمة غذائية عالية، ففي أي وقت تحبي تعمليها تجربيها وتشوفي طريقتي، ولو عجبتك ما تنسينيش في اللايكات وتشير وتفعيل الجرس، وأرجو إن هي إيه تنور رضاكم إن شاء الله ونكون عند حسن ظنكم. كده عبارة عن تدبيلة، يعني بندبلها دبيل، احنا مش بنحمرها طبعا اللي هي البصلة بتاعت الكبدة، لان لسه هتاخد مع الكبدة برضه سوا شوية. كده كدت كام قليبه كده، وبعد كده ايه هنبتدي ننزل بعد كده ايه بعد كده هنزل التومه اهي مع البصلة. عشان بعد كده ايه ننزل الكبدة عليه. اهي ابتدت تدبل هي. طبعا غسيل الكبدة بالليمون والخل عشان ايه يضيع الزفارة منيها. تمام، الليمون والخل لما تحصر الخل والليمون عليها ما يخليلكيش زفارة، خصوصا هي اللحمه الكبده المستورده. تمام، بعد كده هنبتدي ننزل ايه بالكبده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انت شايفه لونها فاتح ازاي، طبعا مش مسوده ولا اي حاجه من الليمون والخل. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المفروض صدمة كده، هسيبها شوية مقلبهاش عشان خاطر ايه تاخد الصدمة بتاعتها. طبعا هنزل التوابل بعد كده بتاعتها عشان ايه تحيد معاها وتدي النكهة الحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم،
أرجوكم إنكم أنتوا إيه تدربوها وتعملوها لأولادكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. بعد كده ننزل عليها في الآخر الفلفل، برضو ما خلاص هتستوي هننزل بعد كده بالفلفل. وهذه الفلفل طبعا اضيف الفلفل، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه طبعا ريحه ما جميله خالص، ريحه الكزبره وريحه الفلفل الاخضر مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد لها غليات كده خلاص جربت تستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني. ودي طبعا هنا ايه استوت، بعد ما استوت طفينا عليها. هعمل معاكم دلوقتي ايه طبق سلطة طحينة. ادي عبارة عن نص كوباية طحينة، وادي معايا هنا تومة مدقوقة، تومة مدقوقة تمام، ومعايا هنا كمون وملح ونص ليمونة ومية طبعا عشان نزود بيها. فهنبتدي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بعد كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نخلط الطحينة في المية عشان خاطر ايه نذوبها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله ادي بعد ما ذوبت طبعا الطحينه اهي ذابت معايا، هبتدي بعد كده ايه انزل عليها بعصره ليمونه اهي، عصره ليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وادي ايه هننزل عليها شويه الكمون والملح والتومه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هنديها ايه نديها سنة خل، نديها ايه بعد ما حطينا التومة والملح والكمون هننزل عليها بسنة الخل. الخل ده بيديها طعم وبيديها نكهة حلوة، يعني احنا بنضيف الليمون بس برضي الخل ما يمنحش انك انت بتحطي ربع ملعقة خل، بتديها ايه نكهة حلوة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بتديها ايه طبعا الحياق ده بيرجع لك انتي، عايزاها مالحه حطي لها ملح شويه، عايزاها عاد ما قلل الملح بتاعها شويه.
وادي الشكل النهائي حبايبي للطبق الكبده، وارجو انكم تجربوه، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس، وانا بشكركم على متابعتكم على مشاهدتكم لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.